ورجعنا لكم من جديد مشاهدينا، ومعنا شيف ديما اليوم، شيفة مميزة دائما تعودتنا تقدم لنا أطباق سهلة وسريعة، الأهم لكل ربات البيوت اللي حابين يطبخوا على السريع، الموظفات بالذات. نقول لكم اليوم تابعونا مع شيف ديما. يا أهلا وسهلا فيك شيف ديما. أهلا وسهلا فيك، يعطيك العافية. أهلا وسهلا فيك، الله يعافيك. أنت طيبة. تفضل، إيش من قدمت لنا اليوم طبق؟ اليوم حنسوي كثير طبق سهل ومميز، حيكون كباب عراقي. جميل. طبعا المقادير نص كيلو لحمة مفرومة، وعندنا حبة بصلة، واحدة بصلة حتكون إما مبشورة أو مثلا بتعمليها بمحضرة الطعام، وعندي بطاطا، حبة بطاطا واحدة برضو ممكن تبشريها أو تحطيها في محضرة الطعام، وعندنا بقدونس وكاسة طحين. حنبدأ مثلا في، طبعا عندنا بهارات وملح، بنحط اللحم المفرومة، حنحط عليها البصل، المفروم والبطاطا، حنحط عليها البقدونس، ممكن تستغني عنه إذا ما عندك، ما في مشكلة. يعني حطينا في البداية اللحم المفروم، المفرومة، والبصل، والبصل والبطاطس والكزبرة. ايوه ممكن تحطي كزبرة، احنا حطينا اليوم بقدونس. طيب شفتي انا الاثنين عندي، يعني الاثنين عندي واحد شوي. طيب حنحط عليها ملح. احنا ايش بهرنا قبل، اللحم ولا ما بهرنا؟ كلها حنبهرها مع بعض. مع بعض. وعندي بهارات مشكلة، وحطينا فلفل اسود فيه. هي على فكرة كثير سهلة، وممكن تعمليها مشوي وممكن تعمليها قلي. للرجيم طبعا ممكن تسويها بالمشوي بالفرن. هذه بهارات مشكلة. بهارات مشكلة، يعني اذا حبينا نقول مثلا المقادير بالملعقة، نقول مثلا ملعقة او ملعقتين، ملعقة ونص. هلا على تقريبا معلقة او ثلاث ارباع المعلقة. يعني انا عارفة الكثير من ربات البيوت ما شاء الله، والشيف طبعا بالنظر، انا عندي النظر دي ما تمشي معي ابدا، لازم بالملاعق، ملعقة ملعقتين، فتقريبا من اللي حطيتي اتوقع ملعقة. على حسب الكمية برضه اللي عندك نقدر نتحكم، يعني تحددي، يعني مثلا اذا كانت نص كيلو ممكن تحطي لها نص ملعقة صغيرة ملح ونص مثلا بهارات. ممتاز. اكيد حدا خلطها حسب رغبتك انت، يعني ممكن انه ممكن في ناس لا بتحب البهارات اكثر من العادي. اي صحيح. في ناس بتحبها لا مش كثير مثلا مالحه، ممكن لا في ناس اكثر. طبعا خلطناهم مع بعض، حنحط الطحين على اساس تبدا تتماسك. في ناس بتحط الدقيق او الطحين، في ناس تحط البقسماط او الخبز المحمص المطحون. ايوه ممكن تحطيه، اذا برضه ممكن تحطي له عندك طحين اسمر ممكن تحطيه، ما عندك ممكن ان تستبدليه في الابيض. اكيد الهدف من وضعه عشان هلا عشان يتماسك كله مع بعض. تبدي تحطي شوي شوي فيه. حنبدا نعجن، يعني ما في احسن من خلط الايد. امس كان معنا اكيد شيف عمر بنتحدث هالموضوع، نخلط في الخلاط او في يعني في العجانه او بالايد، لكن لا هي لانه بسرعه، يعني هي اصلا عارفه هي كليتها كليتها ناعمه فما بدها شيء، يعني بس انه شويه تحريك عشان تتماسك مع بعض اكثر وتختلط جميع المكونات والبهارات، بالذات الملح احيانا يكون اذا ما انخلط مضبوط في اماكن فيها ملح وفي اشياء ثانية ما فيها ملح. طبعا حنحركها شوي. هذه الكمية قد ايش تقريبا، يعني كوب دقيق نقدر نقول؟ كوب دقيق. اذا شفتيها برضه ممكن يعني شفتيها لساتها انه ما تماسكت، لا ممكن تحطي اكثر. طيب هذه الخطوة نقدر نقول الأولى خلط جميع المكونات، الخطوة الثانية حنقلي نحركها كمية معينة. تفضلي، لأنه ما بقى معنا وقت كثير. طيب. حنخليها ترتاح تقريبا 10 دقائق ربع ساعة. أنا عملت قبل الهواء إشي بسيط وخليناها شوي تجمد على أساس الوقت، زي هيك بتطلع معك زي
هيك جامدة بتكون. حنحرق طبعا. إيه احنا لنا الخيار في تشكيلها ولا؟ ايوه طبعا لك خيار بتشكيلها. ممكن في ناس بتعملها على شكل مربعات، في ناس دوائر صغيره او حتى زي الكباب. طبعا انا طريقتي بحب اسويها تكون خميره شوي، وانت بتقدري تسويها على شكل اصابع زي هيك، بتقدري تكببيها. خلينا نقلي واحده ولا ما في وقت للقلي؟ ما اتوقع معنا وقت. في وقت نقلي؟ ما في وقت على اساس انه ما اتوقع في وقت، لكن هذا يعني الشكل العام. قد ايش تقريبا حنقليها على كل ناحيه؟ على انت بتضلك واقفه عليها لانها بسرعه اصلا بتتحمر لما يكون الزيت يعني حامي، وبكون طبعا غمرته كثير عشان كمان فيها بطاطس تحتاج شويه وقت عشان. لا بس هي عارفه مفرومه كثير يعني ناعمه، او مثلا زي ما حكيت لك ممكن تحطيها بمحضره الطعام بتكون انعم. بس بالشوي لا بدها اكثر طبعا، اكثر من القلي. حطيها على درجه حراره 180 وتقريبا بدها ساعه زي هيك بتقدري تحطيها. ممكن تشكليها اصغر زي هيك. طبعا احنا معانا طبق جاهز سويناه، نشوفه عشان نعرف كيف الشكل النهائي للطبق. الشكل النهائي زي هيك، بتقليها وبتضلك واقفه عليها على اساس تطلع لون ذهبي يعني ما تنحرق. ممتاز، اكيد يديك العافيه. الله يعافيك. انت قدمتيها مع بطاطس مقليه احنا وسلطه بسيطه، مع بطاطس بسيطة. وممكن تحطي لها سلطه. انا عملت سلطه خيار بلبن، وحطينا عليها زيناها شويه ذره ونعناع. اكيد كل الشكر لك يا شيف ديما على تقديمك هذا الطبق السهل والمختلف. صحتين. اكيد شكرا لكم ايضا مشاهدينا على متابعتنا اليوم. قدمنا لكم فقرات متنوعه ومواضيع مختلفه في حلقتنا. بدايه كانت معنا الدكتوره اخصائيه جلديه والتجميل الدكتور نسرين حسون، تحدثت عن عمليات التجميل وهوس البعض واهميتها والاثار الجانبيه الناتجه عن الخضوع في غير الحاجه لها. في فقرتنا الثانيه فقره فنون كانت معنا كاتبه سيناريو فيلم شهر الخير، وايضا الطفله شهد شاركت في الفيلم، وايضا كانت مشاركه في فرق استعراضيه مختلفه. هذه كانت فقرات مواضيعنا اليوم، اتمنى تكون نالتها لاعجابكم باذن الله. لقائي فيكم يتجدد غدا في حلقه جديده من برنامج حياتنا. الى اللقاء.